خربشات خربشات مع علاء الدين حسو. بحكم عملي كمهندس في مديرية الصحة، انطلب منا دراسة وتقديم وتشغيل وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار في المشافي. طبعا كان منا المشفى الباب، حملنا حالنا نحن المهندسين المكلفين بهالأمر وطلعنا على مدينة الباب، رحنا على المشفى ومع المهندسين الموجودين في هذاك المشفى امنا سوينا جولة ميدانية على ممرات وأجنحة المشفى نراقب على الواقع نكشف وين إمكانية نقدر نحط الكاميرات بأحسن صورة بحيث تغطي المساحات بشكل كامل. وفجأة بطلع علينا مدير المشفى وبسألنا إيش عم نساوي. قلنا له نحن جايين عم نسوي كشف ميداني لتركيب كاميرات وأجهزة إنذار. قال كاميرات؟ قلنا له إيه كاميرات؟ قال لا، كل شيء للكاميرات، الكاميرات خط أحمر. قلنا له أوف، ليش دكتور؟ قال يا جماعة أنتوا هون مدينة الباب، ومثل ما قال أبو عنتر البقاية بيطلوا عليها إذا كان ذكر ولا أنتي. هلا بدكم تحطوا كاميرات وتجينا واحدة ختيارة تخمر حالة صبية وتقول ييه هدول عم يتناوى علينا؟ إيه والله بيجوا وبيحروا المشفى وبيكسرونا وبيدبحونا. وحلقتنا اليوم عن المناوة. طبعا نحن هدينا الوضع مع الدكتور وفهمنا انه نحن هي عبارة عن دراسة مبدئية، طولنا لبين ما قدرنا نقنعه. ومشكلتنا مع الدكاترة مشكلة خصوصا في مديرة الصحة، ومثل ما قال رفيق انه في بعض الدكاترة تفهم كل شيء الا الطب، بتدخل بشغلات كتيرة وبتعيف الطب. بتلاقي مدير مشفى اهتم بفتح شبابيك وفي الابنية وبتغيير اللون وبتغيير عفشه، بينما انه اجهزة وتحسين اجهزة المرضى وشلون طريقة معالجة المرضى هي بعد ما كان يفكروا فيها. المهم نعيف هالموضوع ونرجع لكلمة المناوة اللي نحن عم نحكي عنها. قدمنا الدراسة وبلشنا نكشف الأماكن وصرنا نخاف من الناس اللي صار يسألونا بحب فضولهم إيش عمل سوء إنه نحن عم نركب أجهزة إنذار الحريق، وما جبنا أبدا سيرة عن المناوة. طبعا كلياتنا نعرف مسلسل باب الحارة، واللي خصوصا الجزء الثاني شهر كتير، وكان من أهم أسباب انتشار وشهرة المسلسل مو أنه أبو عصام طلق مرته بهالجزء، بينما عن طلق مرته راح تخبى بالدكان وصار بالليل يتناوى من دراخيش باب دكانته عليها بيصير بالحارة. كانت هي الزبدة، حب الفضول اللي عنا، هالفضول الزيادة اللي متركب في داخلنا، وهي اللي نحن عم نلاحظها حاليا متواجدة كتير في عنتاب، وحتى دعيكم أنا مالي متخلص منه. هلا في مدينة عنتاب خصوصا في المناطق الشعبية والحارات الشعبية بتلاقي البيوت الشبابيك واطية، مي مثل الباب عيلي للسقف عند السقف، بتلاقي الستارة عبارة عن حجرتين ثلاثة، ما بتلاقي انه عبارة الستارة عبارة عن بناية بسبع امتار. الناس بحالة، بتلاقي الانسان مر وما قدر يطلع الشباك لانه مشان يستفيدوا من الاضاءة والنور بيفتحوا الشبابيك عندهم واسعة شوي كبيرة يعني مساحتها، بينما نحن بنلاقي كأي سوري بندخل من دون ما يحس لحاله بتنوى بيطلع من الشباك اللي مير من عنده أو من درخوش الباب إيش عم يسوي. حتى إذا مثل يعني أنا ما عم نحسن أتخلص من الشغلة، وإذا جبرت حالي وما طلعت بعد ما مشيت مخي بيضل بهالمكان، عجب إيش فيه كان، إيش كان عم بسوي، عجب هذا الفقر عم كسره في السوق مشان يعيشوا، ولا هالجماعة عم بيشتغلوا بغياط، ولا الأب وقت الأبنه، ولا الأم، يعني هل حب الفضول والمناوة هي مشكلة عندنا في مدينة عنتاب.
النواة بالنسبة إلي هي نوع من أنواع التجسس، ودرجة عالية من درجات التجسس، مو الفضول. هلا كتير ناس بيقولوا لهذا من باب الفضول، لا، لأنه شو هو التجسس؟ أنك تنقل معلومات ما عبر إيدها صاحبك، وبالتالي هذا الفضول يا ترى اللي هذا صاحبك بسمح لك أنك تطلع عليه شو عمال نسوي، هالصورة تنطبع بذهنك وتنقلها وجوز تحكيها في مكان معين. وطبعا عملية المنوعة اللي عم نقصدها نحن مو شرط أنه منوعة من شبابيك، لا، أنت طالع ماشي بالطريق سمعت اثنين صرت تتناوى عليهم شو عمال يحكوا، أنت طالع بالباص سمعت اثنين عم يحكوا، بأي مكان في أي مجتمع بتشوف اثنين عمال يحكوا بدك حاول تناوى وتسمع. هالعادة اللي غير حميدة لازم واحد يتخلص منها. إذن التلصص أو التنوق يعني المنوى ليست أكثر من باب الفضول بقدر ما تكون عبارة عن باب من أنواع التجسس. ونحن يا إنسان يا سوري وين ما كنت تكون، إنه أنا ما بتمنى إنك تتناوى على إنسان تاني بشيء ما بيحبه، مثل ما تقول الغيبة إنك هي إنه مو بس إنه تحكي وراء صاحبك أو صديقك أو إنسان تعرفه، وإنما أن تذكره بشيء هو بيكرهه. وبالتالي عملية المناوة تدخل في باب عملية التجسس، يعني إنك تنقل أو تطلع على أسرار أو على صور الناس التانية ما رايدين تكشفوها، وهي هي أساس زبدة غض البصر. هذا الحديث الشريف اللي بيقول لك إنه الإنسان لازم يغض بصره، مو إنه غض البصر فقط اللي منتبه إنه فيزيائيا إنك ما تطلع، غض البصر لازم يكون ذهنيا كمان، هي أهم بكتير من غض البصر الفيزيائية. إنك ما تحاول في أي شكل من أشكاله وأي ظرف من الأظراف إنك تتنوع فكرة تاني بحجة كانت إن كانت خير وإن كانت شر. ويعطيكم العافية. مع علاء الدين حسو في خربشات، خربشات من إنتاج راديو فجر.